قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الوضعية الحراس في اتحاد بلعباس في الحين عندنا حارسين وحنا رانا نشتغل باش نحوس على حارس الثالث ان شاء الله. وما يخفالكش بلي الاسبوع اللي فات تكلم مع المدرب سليماني باش نكون معناتها ندير نتيتي ريشيرش على الحراس اللي قبل نزلت البليده بومرداس تيزي وزو الجزائر باش نحوس على حارس. وللاسف ما لقيناش حارس ليناسب الفريق اتحاد بلعباس، وحنا مازلنا نسعاو وان شاء الله نجبنا اليوم ثلاث حراس باش نشوفوهم باش يكونوا معنا ان شاء الله، ولا كتب ربي ان شاء الله نشوفوا المستوى تاعهم. وان شاء الله نكون في حسن ظن المدرب والإدارة الحالية والجمهور بلعباس. كلمة الأنصار وش نقول لك، الأنصار بلعباسي معروف، أنا كنت كلاعب كنت كنلعب هنا في بلعباس نعرفهم بالجدية تاعهم بالحب للفريق، هذيك اللي خلاتني مازال عندي الذكريات تاعهم هنايا كجمهور ما شاء الله. ونطلب منهم يساندونا يعاونونا، ما يخفالكش عندنا فريق كله شاب، معناتها بهم هما ان شاء الله نقدروا نوصلوا للمنتغى تاعنا ان شاء الله للصعود.